أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في الأول من يوليو عام 1976 شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفل زفاف المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأصحاب السمو الشيوخ والوزراء وحشد كبير من أبناء الوطن. وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون في مقدمة المشاركين في هذه الاحتفالات السعيدة التي عمت مدينة العين ومختلف مناطق الدولة. وقام سموه بتقديم التهنئة للشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وللعريسين متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة. وقد أقيمت في مدينة العين بهذه المناسبة المسارح وحلبات الرقص وشارك بها عشرات الفرق الفنية الشعبية التي جاءت من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شارك الشيخ زايد رحمه الله في إحدى الرقصات الشعبية تعكس فرحته الغامرة بزواج نجله الشيخ سلطان رحمه الله. وشارك أيضا في هذه الاحتفالات أبناء الجاليات العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم العديد من رقصاتهم الوطنية إلى جانب مشاركة أشهر الفنانين بالخليج والدول العربية. صفحات من الماضي.